السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحلو موضوع اختبار الفصل الأول في مادة التربية الإسلامية للسنة الأولى متوسط. نبدأ على بركة الله في قراءة الوضعيات. الوضعية الأولى: أكمل الآية الكريمة مع الضبط بالشكل التام. قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا إلى غاية لقوم يؤمنون. ثانيا: اشرح الكلمات الآتية: دانية وينعه. الوضعية الثانية: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى غاية آخر الآية. أولا: عرف الوضوء لغة وشرعا. ثانيا: اذكر فرائض الوضوء. الوضعية الإدماجية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شرط الإيمان، أو الطهارة شرط الإيمان. السند: لا تقبل صلاة المسلم من غير طهور، والغسل يعد جزءا من هذه الطهارة. تعليمة: حرر فقرة تقل عن 8 أسطر تبين فيها تعريف الغسل لغة وشرعا، مبينا فضل الغسل والحكمة من مشروعيته. إذا نبدأ على بركة الله في الحل. بالنسبة للوضعية الأولى، قال الله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، انظروا إلى ثماره أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. سورة الأنعام الآيات 99. شرح كلمات: دانية اقتربت من الأرض، ينعه اكتمل نضجه. تعريف الوضوء: لغة مشتق من الوضاءة، وهي النظافة والحسن، وسمي بذلك لأنه يحسن الإنسان وينظفه. شرعا: طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة بنية التعبد. وفرائض الوضوء هي: النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، الدلك والموالاة. بالنسبة للوضعية الإدماجية، عندنا خطوات نتابعهم، اللي هي أولا نبدأ بالتعريف الغسل لغة، ثم تعريف الغسل شرعا، احترام السياق وتسلسل الأفكار، يعني نديروا الفضل والحكمة من مشروعيته، وتكون بتسلسل، يعني ماشي نناقشوا فكرة نطرقوا عليها ونكملوا من بعد نديروا حاجة واخد أخرى ونعود ونرجعوا لنفس الفكرة. إذا لازم يكون تسلسل. إذا هذا كان بالنسبة للموضوع اليوم. أتمنى تكونوا استفاديتوا ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.